في الذكرى الثانية بعد المئة للإبادة الأرمنية أقيم قداس إلهي في مطرانية الأرمن الأرثوذكس ترأسه المطران أرماش نالبدنيان، حيث رفعت الصلوات استذكاراً للإبادة التي ارتكبت بحق الإخوة الأرمن بحضور ديني ورسمي وأهلي كبير. نقول من هنا أن بعد 100 عام القضية العدالة والمطالبة بحقنا لم تشخ ولن تشيخ، ونكرر من هنا بمطالبة الاعتراف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والسياسية الاعتراف بالإبادة الأرمنية والاستنكار والإدانة وخاصة معاقبة المجرم. والآن بعد 100 سنة النفس الإجرام القتل والإبادة يتكرر كما تكررت في القرن الماضي، وآخرها كانت الإبادة في رواندا، ومع الأسف على مطلع القرن 21 في بلاد العربية من العراق وفي سوريا منذ 6 سنوات. إذا لم يعاقب المجرم فالإبادات ستتكرر. الإبادة الأولى اللي صارت للأرمن بالدرجة الأولى وبعدين للسريان وكل الشعوب غير التركية اللي كانت موجودة ضمن الإمبراطورية العثمانية في مناطق جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، الإبادة كانت على الأراضي السورية أيضا، وتجددت مؤخرا بفعل هالإرهابيين المدعومين من جهات إلى أصابع قوية في الإبادة القديمة أيضا. فلذلك الرسالة اللي نحن بنحب نرسلها من سوريا أنه نحن أولاد الشهداء، نحن أولاد الناس اللي خلصوا من هالإبادة لكن أيضا عاشوا حياة صعبة جدا بسبب اللي صار بعد الإبادة من التهجير القسري ومن الفقر ومن التجويع، واللي عم يصير اليوم كمان صار في تهجير قسري وصار في تجويع في بلادنا للناس الآمنين اللي بيحبوا يعيشوا على أرضهم بأمن وبسلام. المأساة الكبرى اليوم أنهم يدرون ما يفعلون ويصممون لما يريدون أن يفعلوه، وهذه الطامة الكبرى وهذه المأساة. البابا فرانسيس في روما ذكر في عظته في سانت إيجيديو الشهداء الجدد شهداء التواريخ منذ بدء الكنيسة، بعد يسوع كلنا صرنا شهداء، ظلنا شهداء. أيضا غير المسيحيين كلنا كل شعوبنا فيها شهداء، كل شعوبنا فيها ظلم، وهناك الحقد الذي قال عنه البابا: من الذي قتل ليس السلاح وليس فلان أو فلان من فئات عثمانيين أتراك، من قتل الحقد. وإن شاء الله هذا الحقد لا يدخل في قلوب من يغفرون في قلوب السوريين، إن شاء الله قلبنا عامر بالحب بالسلام بالأمان بالمغفرة بالمصالحة، وهذا هو مستقبل سوريا. ترى القداس مراسم وتقاليد أحياها الشعب السوري الأرمني في ساحة الكنيسة، حيث رفع إكليل الزهور وأقيمت الصلوات من أجل أن تنتهي الحروب بحق الشعب السوري الذي ذاق ويل الحرب مثل الشعب الأرمني الذي تعرض للإبادة. يذكر أنه في 24 من نيسان من عام 1915 قام العثمانيون بجمع الأرمن وإعدامهم في ساحة إسطنبول، واليوم يستذكر الشعب الأرمني هذه المذبحة والجريمة التي ارتكبت بحقه وما زالت ترتكب بحق الشعب السوري كل يوم. جولتنا الثقافية وصلت للختام، فاصل بنتابع باقي فقراتنا لليوم.